مواليد برج القوس، جايالك فرحة وجايلك حد يكاسمك في همك قبل فرحتك. سند حقيقي يرسم معاك هدفك، هدية من القدر فيه من ملامحك، يهزم معاك الصعب، يكون سبب سعدك جايلك بعد خطوتين. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج القوس. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. وبعد القراءة ان شاء الله هنشوف رسالتك من الرسائل بتقول لك ايه يا مواليد برج القوس. وان كنت بتعاني من السهر او من المس او من التعطيل، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف او اكتب تم وان شاء الله هديك اللينك لقناه الشيخ يوسف، القناه الثانيه لجميع العلاجات. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف، سوره التوبه، بسم الله الرحمن الرحيم. فضل وليس امر اخواتنا في الله، دعموا الفيديو باللايك احبابي في الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا شايف ان انت في وظيفه جايه لك، في وظيفه جايه لك، او انت مقدم على وظيفه، شاف في وظيفة ديالك، لإما أنت مقدم على وظيفة. اخلص من الكسل اللي عندك أو الطاقة السلبية اللي عندك، لأن ضحكتك غايبة عنك. في عندك كسل شديد، في طاقة عندك سلبية نفسك تتخلص منها، نفسك تتخلص من حاجات كثيرة تتخلص منها. شايف برضه هنا في حد، بسم الله الكاشف، شاف الشخص ده عايز يأذيك، يعني حد بلف حواليك عايز يأذيك، عايز يتعبك، عايز يتعبك. شايف برضه هنا في أشخاص دول، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني مراقبينك ووصلوا أخبارك لهذا الست، لأن الست حابة تديك بنتي أو تزودك بنتي. هذا الست عاملة لك سحر، سحر بالجلب لبنتي، وعاملك السحر معاك تعطيل او عراقيل في حياتك، ومخنوق ومتضايق او تعبك او موقف معاك الريسك او عاملك تعطيل بسبب هذا السحر، لان انت برضو مش راضي في ناس او وجود ناس في حياتك، وفي شخص خانك، خانك في حياتك، شخص عزيز على قلبك وخانك يا برج القوس، او ضحك عليك او كذب عليك او اخذ منك مال ولم يردها. شايف برضه في ناس بتأذيك لأنك تعبت وتأذيت، يعني أنا شايف الفترة اللي فاتت كان عندك تعب وتأذيت وخنقة. إن شاء الله الفترة اللي جاية هيكون في تغير بفضل الله تعالى، هيكون في تغير بإذن الله والخير. شايف هنا برضه شخص بعد عنك، شايف الشخص ده بعد عنك وأنت تعبت، الشخص ده بيجي بعيد عنك وأنت تعبت، لأن أنت بتدور هنا على الأمان وعلى الاستقرار. خلي بالك من نفسك عشان تخلص من هذه الطاقات اللي عندك السلبية، وخلي بالك من أشخاص كثيرة جدا موجودين في حياتك، موجودين أشخاص كثيرة في حياتك، خلي بالك. أنا شايف برضو منكم من عنده زيارة الدكتور أو عنده إعادة للدكتور، لأن أنت بتعاني من تعب خنقة، فشايف منكم من عنده زيارة لدكتور. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. شايف هنا في حرف ظاهر قدامي، حرف الميم ظاهر قدامي، هذا الحرف بسم الله الكاشف، أنا شايف الحرف ده ظاهر قدامي، اللهم صل على سيدنا محمد. وشايف برضو حرف تاني بسم الله الكاشف، حرف العين، حرف الميم وحرف العين بسم الله، حرف الألف. الأشخاص ذولا أنا شايفهم ممكن يكونوا تعبينك في حياتك أو مؤذيين أو هيوقعوك في مشاكل، خلي بالك، لأن أنا شايف في حاجة حصلت معاك تعبتك، خلتك تفقد الثقة في نفسك، تعبتك نفسياً. لان انا شايف برضه في حاجات مأثر عليكم، تعباكم مأثر على الاطفال، برضه مأثر على حياتك وعلى العلاقات الزوجية، هو من السحر. في حد هنا قريب
منك أو مقرب لقلبك حاسد أو حاقد، هو حاسد وبيحقد عليك دايما وبيأذيك بعينه. بسم الله الكاشف، أنا شايف برضو إن أنت بتعبر لحد في حياتك أو بتعبر له على اللي في حياتك أو بتتحدث مع حد في علاقة عاطفية. خلي بالك برضو من الست اللي معاها البنت، لأنها هتمشيك أو هي عايزة تمشيك في طريق مش كويس، فشوف طريقك الصح علشان توصل لهدفك. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. شايف هنا برضو في حد تعبان عزيز على قلبك، هو طفل أو صغير في السن، حد تعبان عزيز على قلبك. بسم الله، لكن شايف برضو في خير أو في عتبة من مكان لمكان، لأنك تخلص من طاقة سلبية، في نقلة من مكان لمكان تكون مرتاح فيها نفسيا. يعني شايف في انفصال حصل على حد عزيز على قلبك، أو انفصال ما بينك وما بين الشريك. شايف هذا فصلت ما بينها، عزيز على قلبك ونفسك تردع لك او يردع لك الشريك او يردع لك العزيز اللي على قلبك اللي انفصل ما بينك وما بينه. شايف الماديات معاك ما بتكملش معاك، مجرد ما تيدي ما تمسكها بايدك تخرج من الايد التانية. شايف برضو ان عليك ديون يا برد القوس، وشايف المال معاك بيتبخر بسرعة، يأتي كما يخرج، لا يفضل معاك فلوس ولا ماديات. شاف الفلوس بتبخر معاك، السحر عامل لك تعطيل، وشاف برضه عليك ديون، وشاف نفسك عمال تفكر وبتسأل نفسك في أفكرة أو تفكير كتير. أنا شاف برضه في فراق حصل، في فراق حصل، وحصل الفراق ده أنت مشتاق ونفسك ترجع كما كنت. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. في هنا حد أذاك قوي، يعني أذوك يا برد القوس وظلموك، في حد ظلمك أو أذاك، بس أنا شايف برضو في رجوع بينك وبين حد، وفي نصرة على اللي ظلموك، في نصر على اللي ظلمك بإذن الله تعالى. شايف خير، شايف يعني في خنقة بتجيلك، بلاش يعني الخنقة دي وبلاش الطاقة السلبية، واطلع من الطاقة دي، عشان انت في اوهام في دماغك كتيرة، في تشتت في دماغك وتفكير كتير. بسم الله الكاشف، في شخص ما بينك وما بينه حادة، في ما بينك وما بينه حادة هذا الشخص، خلي بالك عشان انت حاليا مش عارف تاخذ قرار، حيران مش عارف تاخذ قرار. انا شايف برضو انت عندك كمية انتظار، منتظر حادة، منتظر حادة او حادات منتظرها كمان مش حادة. بسم الله الكاشف، انا شايف برضو عندك تعطيل الامور، في تعطيل زواج او تعطيل اوراق، في حادات معطلة في حياتك يا برج القوس، او تعطيل او نقول عراقيل في حياتك. في حد قريب برضو على قلبك هنا، أختك، عمتك، نسيبتك أو إشي مش كويسين، مش حبلك الخير، يعني هم مش كويسين، بس أنا شايف إن أنت اكتشفتهم أو في منكم هيكتشفهم، وفي مواجهة ما بينك وما بين حد هيقدم لك الخير. بسم الله الكاشف، أنا شايف برضو عندك انتصار على حد ظلمك أو افترى عليك أو تحدث عليك أو قال عليك كلام ليس فيك، في انتصار. وبلاش الطيبة اللي في قلبك يا برد القوس، لأن دموعك على طول على خدك، دموعك نازلة على طول. أنا شايف برضه في كلام اتقال عليك وزعلك أو تعبك نفسيا، لأن العاطفة عندك تعبانة، العاطفة عندك تعبانة جدا يا برد القوس. صل على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. فضل ليس أمر، ادعموا الفيديو باللايك أحبابي في الله. شايف هنا ان انت بتتذنب او حاسس بالذنب او دموعك نازله، حاسس بالذنب. الشخص اللي ظلمك ربنا هياخذ لك حقك منه باذن الله تعالى. انا شايف برضو في، لان شايف في نصره، النصره ديالك، ديالك باذن الله، باذن الله ديالك. وشايف برضو العين
يعني برضه هناك أشخاص قريبة منك وحاسدة وحاقدة يكرهوك، أصوبوك بالعين بدل المرة ثلاثة وأربعة، وهو بجانبكم يعني، ولكنهم يشعرون بالنقص، يشعرون أنهم يمتلكون يعني ما لا يستطيع امتلاكه. العين برضه مسيطرة عليك في الحركة وفي العمل وفي الراحة وفي الحب، ودايما تشعر بالكسل وعدم الراحة سواء في النوم أو فعل الأشياء، وعندك تعطيل، وحتى في صحتك تشعر بالألم في الرأس والمفاصل، وخصوصا هذه الفترة. وهذا الشخص قريب منك جدا وبجوارك، لكن كل ما عليك تصلي على الحبيب المصطفى، وحافظ على صلاتك في أوقاته، وحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء، واكتب تم أو صلي على الحبيب، وهديك اللينك إن شاء الله. بس ديالك فرحة برضو بفضل الله تعالى، وشايف ديالك حد هيقاسمك همك قبل فرحتك، يعني سند حقيقي يرسم معاك هدفك، يرسم معاك هدفك، وهدية من القدر فيه من ملامحك، يهزم معاك الصعب، يكون سبب سعدك دايلك بعد خطوتين مكتوبين ومحسوبين، فما تستعجلش يا ورد القوس، ربنا هيرزقك، بس ادعي ربنا يعوض صبرك ويكون من نصيبك، واحذره من الحسد. برضه هناك من يكرهك ويراقبك بشغف، وينتظر سقوطك المدوي، ويتمنى يعني زوال نعمة الله عنك، لأنه شاف برضه الصداع بالرأس وبعض الألم بالعظام. يعني خذ حذرك، هم لا يعرفون أن هناك ربا يمهل ولا يهمل. صلى على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وكنت بتعاني من السحر أو من المس أو من التعطيل، اكتب تم أو صلى على الحبيب، وهديك لينك قناة الشيخ يوسف للعلادات بفضل الله تعالى، وهسيبها لكم في صندوق الوصف. ونشوف واكسر برضه من قراءة سورة التوبة بإذن الله تعالى، ونشوف رسالتك يا برد القوس بتقول لك يا فضلا وليس أمرا، ادعموا الفيديو باللايك أحبابي في الله. يا رب يبعد عن بيتك الهم والقلق والحزن، ويمن عليه بالسكينة والستر والأمان. يا رب يبعد عن بيتك الهم والقلق والحزن، ويمن عليه بالسكينة والستر والأمان. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة إسرار العالم الروحاني.